بطبيعة الحال لنا يعني الملفات الموجودة على أجندة المؤتمر هي أجندة مكثفة من جهة وبالغة في التعقيد والحساسية من جهة أخرى، خاصة بشأن القضية الكردية المزمنة في تركيا خاصة وفي المنطقة عموما. فهذه الملفات تتعلق بالعلاقات الأوروبية التركية التي حافظت على حرارتها دائما رغم بعض تموضعات التوتر الذي تراها من وقت إلى آخر. وهنا يتساءل المشاركون في هذا المؤتمر عن الحيثيات التي تجعل الكرد وقضيتهم في تركيا والمنطقة وقودا لهذه العلاقات التي لم ترتقي المواقف الأوروبية فيها حتى هذه اللحظة إلى السقف المفترض لردع الانتهاكات الجسيمة للرئيس التركي ونظامه، سواء كان داخل تركيا أو أيضا خارج تركيا من جهة فلتانه وتحرشاته وتدخلاته واحتلالاته خارج تركيا وخاصة في شمال وشرق سوريا. كل ذلك والمؤتمر لا يزال يهدف إلى محاولة إقناع أوروبا ومعها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة ضغوطات فعلية على أنقرة في اتجاه إيجاد تسوية للقضية الكردية والامتثال إلى كل ما ينبغي القيام به من أجل حل سياسي وعادل، بما في ذلك بطبيعة الحال فك العزلة المفروضة على قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي. وطبعا كان هذا الهدف هو الرئيس لانطلاق المؤتمر لأول مرة في بداياته في مسعى إلى حمل تركيا على تطبيق معايير كوبنهاجن كشرط ملحق بملف عضويتها الأوروبية، وهو الملف الذي لم يعد يحظى بالأولوية حاليا بعد ابتعاد أردوغان عنه نسبيا في محاولة واضحة للانفلات من كل ما يمكن أن يكبح جماح انتهاكاته الداخلية وتدخلاته الخارجية. بهذه النقطة ضيفي، يعني ما أبرز ما تم التطرق إليه بشأن القضية الكردية، بشأن دعم الإدارة الذاتية، أيضا ممارسات النظام التركي ضد الكرد؟ تماما، يعني هنا أود أن أشير إلى أن المؤتمر يلقى دعم ومشاركة كبيرة من كتل سياسية داخل البرلمان الأوروبي وخاصة كتلة اليسار الأوروبي وحزب الخضر والتحالف الأوروبي الحر ومجموعات التحالف الحر للاشتراكيين والديمقراطيين، وتشارك فيه أيضا شخصيات عالمية وأيضا ساسة وأكاديميون ومحاميون ومفكرون من داخل تركيا وخارجها. كل هذا الحشد الذي حققه المؤتمر تعول هذه النسخة 17 من هذا المؤتمر على أن يشكل كل ذلك ثقلا جديدا على تركيا في اتجاه يعني فك الحصار عن جملة القضايا المزمنة حلها في تركيا، وعلى رأس هذه القضايا تأتي القضية الكردية، القضية المفصلية في تركيا والتي كبح جماع هذه، يعني لم تلقى هذه القضية أي مؤشر من نظام أردوغان منذ أكثر من عقدين من الزمن، وبالعكس سجل تراجعا بعد كانت ربما سجلت مؤشرات نحو الانفراج قبل عهد أردوغان. المؤتمر تتواصل أعماله اليوم وينتظر أن يخرج بتوصيات في الجلسة الختامية مساء حول 4 بنود رئيسية من جدول أعماله. تركيا بين التناقضات والتغيير بعد 100 عام من قيامها، قضية إمرالي والموقف الأوروبي بين العجز والالتزامات بشأن العزلة المفروضة على أوجلان بما في ذلك رصد ما بعد الانتخابات المقبلة في أيار مايو، خاصة بعد مؤشرات إلى تراجع حظوظ أردوغان في البقاء على سدة الحكم بعد تداعيات كارثة الزلزال، وفيما إذا تمكنت المعارضة فعلا المعارضة التركية من لم شملها بما في ذلك حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للقضية الكردية وهو ثاني أكبر حزب المعارضة، وهو ما يعول عليه هذا المؤتمر بأن يكون أمام استحقاقات انتخابية فعلية فيما إذا كانت هذه الانتخابات نزيهة فعلا. القضية الأخرى التي أشرت إليها هو بند يعني تندرج في بند يبحثه المؤتمر ويتعلق بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في ظل الجاذبية التي تحظى بها هذه التجربة كنموذج لسوريا ككل
وذلك يعني أوروبيا وعالميا. نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من بروكسل، مدير مكتب قناة اليوم في بروكسل كريم باقستاني، شكرا جزيلا.